لدي خادمة حديثة إسلام وترغب في الحج، فهل أنا ملزم بالإذن لها بالحج بدون محرم؟ وإذا لم آذن لها هل آثم؟ لا تآثم بعدم الإذن لها. وإذا حججتم كلكم مع الأسرة وحجت معكم هذا شيء طيب، إذا حجت الأسرة حجت معكم هذا شيء طيب، لأن يعني كل واحد تحجس في البيت أو تحج معكم. نعم.